كمان ميسان فقرتنا هلا يمكن بتهم كثير من ستات البيوت اللي بيهتموا دائما بالمنظر الحلو للبيت او حتى بالجنينه او حتى اذا في مساحه صغيره على البلكون فهني بيحبوا دائما انه يكون المنظر كثير حلو وبنفس الوقت في روائح الورد يمكن يلي بيزرعوا. وحتى كمان الاستفادة حاليا بالفترة الأخيرة صايرين من البلاكين ليعملوا زراعة لشغلات نباتات ممكن ناكل منها، عم يحطوا شتلات بندورة شتلات خيار وكتير شفناها هي دارجة بآخر فترة وعن جد كتير طيبة. رح نحكي أكثر عن هذا الموضوع وعن الزراعة المنزلية اللي هي تعتبر من الهوايات الممتعة للعديد من الناس وأيضا مفيدة جدا، تساعد في تنقية الهواء، تعطي الإحساس بالانتعاش والنشاط والمنظر الجميل للمنزل. كما أن بعض المزروعات المنزلية كالخضار والفاكهة مفيدة كونها تستخدم في الطهي وتتميز أيضا بجودة ونوعية المنتج الزراعي العالي بالإضافة إلى توفير الماء. لنحكي أكثر عن هذه الخطوات وخطوات الزراعة المنزلية مع المساحات الضيقة كشرفات المنازل. أكيد بصيرنا نرحب بالمهندسة الزراعة وئام قاسم. صباح الخير. صباح الخير، أهلا وسهلا فيك. يسعد صباحك. دائما في كثير ناس مثل ما قالت فرح خصيصا السيدات بحبوا يهتموا بموضوع الزراعة خصوصا على البلكونة، يعني مكان صغير وضيق، ولكن هنا بحاجة لبعض الأمور الأساسية لحتى يبدأوا بهي الخطوة. خلينا نعرف من حضرتك شو هي أهم الأمور والحاجيات يلي لازم تتوفر عند السيدة لحتى تقوم بهذا العمل. صباح الخير لكم، صباح الخير للإخبارية السورية برنامج صباحنا غير، وصباحي فعلا اليوم غير معكم، كثير حلو. وتحية للمشاهدين جميعا. هلا أنا كمان في بداية حلوة حكيتوها أنه هي هواية، فهي فعلا أنه بدنا ناخدها هواية وخاصة بهيك ظروف. هلأ أهمية الزراعة المنزلية بالوقت الحالي رح أحكي على الأهمية وبعدين نطلع على الحاجة. تمام. اللي نحن هلأ بصددها. هلأ أهميتها هي على مستوى العالم صايرة الأهمية أنه نحن صرنا يعني على مستوى العالم ندور على المنتج النظيف الصحي، وصار في تخوف من السوق. يعني على مستوى العالم في انتشار واسع للكيماويات، في انتشار في استخدام عشوائي للمبيدات كمان الحشرية. للهرمونات للمبيدات الحشرية الكيميائية، مبيدات بشكل عام يعني. في استخدام عشوائي للهرمونات، صار توجه عام على الصحة العامة. فعلى مستوى العالم في تشجيع للزراعات المنزلية، يعني ست البيت، ونحن نركز على ست البيت كونه هي اللي بتكون بالبيت. يعني ممكن الرجل يطلع على السوق يطلع على الشغل، فست البيت هي اللي بتكون موجودة، ممكن تأخذها هواية، ممكن بعدين تعمل مردود. أكيد ست البيت لما تطلع على الجنينة بتطالع مع جاد بتأخذ مثلا عدة السلطة، غير لما تنزل على السوق تشتريها، فالنكهة بتكون غير، والمحيط رح يحس النكهة غير، وهي بتكون مطمئنة أكثر. فهي كانت الأهمية على مستوى العالم. في الشغلة الثانية مثلا جودة المنتج كمان، العناية المستمرة. في ممكن نحن إذا المشروع توسعنا فيه شوي بين 500 متر، إذا كان عندنا جنينة بين 500 متر لدوم تصير مشروع ربحي، يعني يصير نعم. إنه نحن نحقق ربح. نعم. هلا نحن عم نحكي اليوم على المساحات الضيقة، يعني أكيد إذا في عند الواحد مساحة كتير مهم إنه هو يكون عنده هذا الشيء ليحقق ربح، ولكن اليوم عم نحكي لسيدات المنزل خصوصا بالمساحات الضيقة. نعم. هلا هو التوجه بالريف وبالمدن، يعني المدن صرنا نحكي عن الشرفات. الشرفات صرنا الكل انه ممكن صندوق فلينه مثلا، نحن نكون في سماد مثلا بلدي نجيب تربه على سماكه 20 سنتي يعني، والمي موجوده، فشويه عنايه بس نحن اهم شيء خطوه انه نعرف المحصول مستلزماته احتياجاته وقتها بننطلق. يعني نحن بس النبات انه نعرف شو نحن بدنا نزرع، بنعرف احتياجاته البيئيه شو هي موجوده، شو اللي نحن بدنا نشتغله، بعدين ننطلق. خلينا نعرف اليوم بما انه عم نحكي عن هي المساحات الضيقه وعم نحكي عن زراعه داخل المنزل، اليوم شو هي يمكن ابرز الخضروات اللي ممكن او المزروعات اللي ممكن هي تعيش بسهوله ان كان على الشرفات او ان كان داخل المنزل، شو هي ابرز هي الخضروات او المزروعات، وشو هي الاسمده يمكن او انواع التربيه اللي بتناسبها؟ صراحه هو في مجال واسع من الخضروات، يعني هلا اهم شيء التربه تكون معرضه للشمس حوالي 6 ساعات باليوم. قلنا نحن السماكه كمان حوالي 15 ل 20 سم،
أسمدة ممكن نحن نستعد بالأسمدة العضوية، الأسمدة يعني ما في داعي للأسمدة الكيماوية، أسمدة كلها مخلفات عضوية. هي نحن أهم شيء الأسمدة. بنجي على المرحلة الثانية، الخطوات اللي نحن الخضروات اللي نحن بدنا نختارها. في عنا مثلا خضروات صيفية وفي عنا خضروات شتوية. شو هي الخضروات الصيفية؟ هلا نحن في عنا خضروات صيفية، خضروات المعروفة، البندورة، الفليفلة، البتنجان. فينا نحن مثلا ست البيت تعمل فليني للنعنع مثلا، للبقدونس، هي بصل هي بتضل موجودة عندها بشكل دائم. فينا نعمل خس، فينا مثلا كراتين نعمل بطاطا، فهذا كله متوفر وموجود وبيعيشوا. نحن اهم شيء اي طبعا. طب تماما، هلا يمكن البندوره او الباذنجان حتى الفلفل يمكن شتلات بيحطوها شتلة صغيره وبتكبر، بتكبر عادي وبتضل هي قادره انها تكون داخل هي الفلينه، ولا لازم يمكن نحن نحطها بمساحه اكبر او كافي لها هي التربه؟ هلا نحن ممكن نحن المسافه الزراعيه اهم شيء. هلا كل نبات له مساحه غذائيه لما نتقيد فيها مثلا، حسب النبات هو بيختلف من نبات لنبات حسب حجمه، فحسب حجمه هو بيحدد المساحه الغذائيه اللي له. ممكن مثلا نبات البندوره المسافات تكون 30 سنتي تمام، فانا فيني احط بالفلينه ممكن شتلتين او ثلاثه بتنجح كمان، وشتلتين لثلاثه انا بتفيد فيني قادره اني بعدين اصير اعمل صحون سلطه منه. يعني بكفي لانه بشكل يومي انتاجهم هذول الخضروات بيصير. هلا نحن فينا كمان نتجه للريف، في تجارب كثير ناجحه يعني انا شهدت كثير منها، تجارب الحدائق الاسريه. كان في مشاريع من وزاره الزراعه، مشاريع دعم المراه بالمشروع الوطني للزراعات الاسريه. نعم. فهي كان كثير لها كثير لها يعني مردود ودخل، وحققت ربح لكثير نساء، واغلبهم كانوا مثلا ارامل ما عندهم عائد او دخل. فهي كان في توزيع شبكة ري ل 500 متر، وتوزيع حصتين شتوية وصيفية يعني بزار او شتول. ممكن. اكيد كثير حلوة ميسان هي الثقافة انه يكون كل شخص او كل سيدة او حتى لو انه شباب عايشين لحالهم يكون عندهم هي الثقافة انه يزرعوا داخل المنزل. يمكن مثل ما تفضلتي وحكيتي هي من الناحية الصحية والسلامة، اليوم بظل هي الظروف الصعبة هي شيء كثير مهم، وبظل هذا الغلاء كمان شيء بخفف علينا شوي من هذا الغلاء يلي موجود. اليوم نصائح اخيرة لكل ستات البيوت اللي حابين يمكن زي المنزل ويستفيدوا من هي المساحات الموجودة. هلا أهم شيء قلت أنا المتطلبات الغذائية، المتطلبات البيئية لكل نبات هي أهم مرحلة. كمان إنه وفر للظروف المناسبة لكل نبات. نصائح كمان هلا أنا التوجه للزراعة المنزلية بدنا نحط ببالنا إنه بيحقق الاكتفاء الذاتي. فهي نقطة كثير مهمة. أكيد شيء كثير مهم بهذا التوجه بهيك ظروف. نعم. يعني دعوة يمكن لكل السيدات بأنه نحن عن جد نوفر لو مبلغ مالي صغير، ولكن هو مع الوقت بيكون كتير منيح بالنسبة لنا وكتير منيح أيضا للبيئة. هذا الموضوع بدنا نشكرك كتير لوجودك معنا وللمعلومات يلي قدمتي لنا إياها.